إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين الميامين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. سادتي ثبتنا الله على ولايتكم ومحبتكم والبراءة من أعدائكم. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد يا حسن بن علي الزكي العسكري، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. أدرك تراتك أيها الموتور يا صاحب الزمان، أدرك تراتك أيها الموتور لكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم للشارب علها، فصفت فلا رنق ولا تكدير، ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، فهكذا تغضي وأنت غيور. مولاي يا من لهم ضعف بجنبك همة، فالقوم جرمهم عليك كبير، تحتقر قدر العدا فلربما احتقر الذنب الكبير. حقير مولاي، أجرك الله يا صاحب الزمان. مولاي خذه فسلة جدكم ما بينهم منسية، وكتابكم مهجور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها، يا مأثور. والبضعة الزهراء أم
أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور وأباه على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريعين وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين مدري شجنيت في دغركم يا أهل البيت حتى رماكم بالفناء ويدي تشتي وشلك عليهم يا دهار حتى استوفى وشلك عليهم حتى منهم ما اخذ قضاء فرقت يا دهر الخنايا عصبة الأمجاد طيبة حوت لابا وبرض الطاف لولا ومنهم بسام الرقضة ومنهم ببغداد أم الرضا يا دهار وديت إلى هنا قال إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فإن حجة الله عليهم وهم حجج الله عليكم صدق العسكري صلوات الله وسلامه عليه في ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أبا محمد الحسن بن علي الزكي العسكري الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبحجم الفقد لهذا الإمام المعصوم لكنه أيضا هو يوم استلام إمامة إلى الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الإمام المهدي بن الحسن عجل الله تعالى له الفرج وبمجرد وفاة الإمام المعصوم تنتقل الإمامة تلقائيا مباشرة لمن يليه من أهل من الأئمة الذين انتجبهم الله واختارهم الله واصطفاهم الله من بين خلقه وهم أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام العسكري الذي زخرت حياته التي لم تكن بذاك الطول بل كان مبكرا في الأخذ بالإمامة وكان أيضا سريعا بالانتقال من هذه الحياة الدنيا لذلك كثرت في آخر أئمة الهدى عليهم السلام ظاهرة الإمامة
الإمام الصبي، أي أن يكون الإمام صبيا في استلامه إلى زمام الإمامة. هذا أمر لم يكن مألوفا في تاريخ هذه الأمة، ومن الصعب جدا أن الناس تقتنع بقيادة صبي، قيادة على مستوى متعدد، على مستوى اجتماعي، على مستوى فقهي، على مستوى عقائدي، على مستوى أمني، مصير أمة حاضرها ومستقبلها بيد هذا الصبي، فكيف يقتنع الرجال وكبار الرجال بهذه الظاهرة التي تكررت منذ عهد الإمام الجواد سلام الله عليه، فالهادي فالعسكري، وختمت أيضا بإمام الزمان حيث استشهد والده العسكري، وإمام الزمان عمره لم يتعدى 6 من العمر. وهكذا، إذن كيف تقتنع هذه الأمة وترتضي إمام في مرحلة الصبا؟ كما هو معلوم وما هو ثابت لدينا أن الإمامة هي في سياق النبوة، وخط ومنهج مكمل إلى نهج النبوة، واعتقادنا في الإمام المعصوم، اعتقادنا فيه القيادة المطلقة، أنه القائد المطلق لهذه الأمة، وأنه حف بالعصمة صلوات الله وسلامه عليه، وعصمته منذ ولادته إلى أن يختاره الله، وأنه لا يرتكب الخطأ ولا يرتكب الزلل، لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا. هذا هو اعتقادنا في عصمة الإمام المعصوم. إذن هذا الإمام الذي يمثل الخلافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الذي يمثل الإمامة الإلهية التي عينها الله، وهذا المعنى أيضا نجده تكرر في أنبياء سبقوا نبينا صلى الله عليه وآله، كما كان من يحيى نبي الله الذي يخاطبه الله وآتيناه الحكم صبيا، حكم يعني الممارسة الإدارية إلى شؤون الأمة كانت عند نبي الله يحيى وهو لا يزال في مرحلة الصبا. أيضا رأينا ما هو أعظم من مرحلة الصبا، كما هو حال نبي من أنبياء أولي العزم الذي تشير إليه الآية في كتاب الله، في ظاهرة جديدة جدا على هذه الأمة لكنها إرادة الله، حينما يكلم الناس في المهدي صبيا يخاطبهم: إني رسول الله آتاني الكتاب، يعني نبي مرسل مكلف بلغه الكتاب وسمي بمسمى النبوة، وهو ماذا؟ وهو في المهدي صبيا. فإذا كان إلى يحيى وإلى عيسى، كيف لا يكون هذا الأمر لآل محمد صلى الله عليه وآله؟ كذلك هذا الإمام المعصوم في مرحلة الصبا لم يكن في مجتمع جاهل ولا مجتمع متخلف، كان المجتمع الشيعي له حضوره، له وجوده، لم يكن مجتمع الشيعي مجتمعا جاهلا، لا، بينهم الفقهاء والعلماء والوجهاء، فكيف يؤمنون بإمامة صبي؟ كان ممن أدرك الإمام الجواد، يقال أحد أبناء الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو عبد الله بن جعفر، يعني ابن الإمام الصادق ابن جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، وهو مرجع من مراجع الفقه إلى يومنا. لدينا في المكتبة الشيعية كتاب اسمه مسند عبد الله بن جعفر. هذا الرجل بلغ من العمر ما بلغ، معمر رضوان الله تعالى عليه،
فلما حضر في محضر الجواد وهم بالنهوض أو الخروج قام فقدم له النعال، قالوا له أنت فلان عبد الله بن جعفر وهذا صبي، قال يا هؤلاء ألا تعلمون هذا هو حجة الله في أرضه، هذا هو حجة الله في أرضه، هذا هو خليفة رسول الله. إذا المسألة مو خاضعة إلى عمر، خاضعة إلى اختيار الله تبارك وتعالى. وهذا نموذج عبد الله بن جعفر، نموذج إلى الرموز الشيعية في ذلك الزمان التي كانت تعلم بمقام هذا الإمام وإن كان في مرحلة الصبا. وحتى العدو يعلم بأن هذا الإمام حالة استثنائية، حتى وإن كان في مرحلة الصبا كانت تخضع له الرقاب، تخضع له الرقاب. ذلك المشهد العملي الذي قاده المأمون العباسي إلى الإمام الجواد لما أنكر عليه البعض تزويجه بأم الفضل، كيف تزوج غلاما صغيرا لا فقه له، لا فقه أي لا علم له، ما يفتهم شيء. فدعا المأمون العباسي رموز المجتمع من علماء، نعم، وبمحضر الإمام الجواد، ووجهوا له الأسئلة فأجابهم وأفحمهم وأبرز هزيمتهم وتقزمهم وصغرهم، لا سيما حينما وجه لهم الأسئلة فأذعنوا حينها جميعا بقولهم الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الإمام العسكري ومن قبله الهادي ومن قبله الجواد كانوا في مجتمع يعلم بقدراتهم وبإمكانياتهم، والفضل ما شهدت به الأعداء في يوم أراد أن ينكل الحاكم العباسي بالإمام العسكري فدعاه، وكان في حضور وجمهرة من أنصاره وأتباعه ورموز الحكم. يقول الرواة هذه ما تذكر من كرامات وتأييد الله إلى إمامنا العسكري، فما إن دخل وقعت أبصارهم على الإمام العسكري حتى نهضوا جميعا إجلالا وإكبارا إلى الإمام العسكري وطأطأوا برؤوسهم بين يديه وهو لا يزال شابا في مقتبل العمر. هذا ما يعني أن الإمام المعصوم يصبغ بصبغة إلهية، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذه الصبغة تنعكس على هذا الإمام المعصوم الذي يستمد هيبته امتدادا من عطاء الله تبارك وتعالى. كذلك وجدنا النافذة هواها بارد، يرحم الله والديك، جزاك الله خير. نعم، هكذا وجدنا الإمام العسكري سلام الله عليه وهو في موضع رصد إلى أعداء هذه الأمة، فلم يكن بمنأى عن سطوتهم، لم يكن بمنأى عن انتقامهم والتنكير به سلام الله عليه. ذلك يروى أن الإمام العسكري أصابه ما أصابه من أبناء هذه الأمة من ساج، من حاج، اللي رايح سامراء، لا تزال سجون بني العباس باقية موجودة. أمرها عجيب وغريب هذه السجون، أنا دخلتها شفتها، نعم، تنزل بدرج ما يزيد على 30 من مرقات أو عتبة كما يعبر عنها إلى تحت الأرض تنزل، لما توصل إلى منطقة مظلمة، تأدي بك هذه المنطقة الوين؟ إلى أشبه بالكهوف في داخل الأرض. ويشير هناك الدليل أن هنا كان يسجن الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه، يعني إذا أدخل في هذه الطوامير
وهذه الكهوف من دون نوافذ، يعني قطع صخرية تحت الأرض لا يرى شيء من هذه الدنيا. كان هكذا ينكل بأهل البيت وبشيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، هكذا كان ينكل بالإمام العسكري، حتى قيل أنه في يوم أراد أن يستمتع الحاكم العباسي كيف يفتك بالإمام العسكري، فما كان منه إلا أن بعث بجلاوزته. يا الله، تاريخ الاستضعاف متكرر لنا منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا. اليوم أقرأ الصبح في صحيفة قيادات بهذه البلد تقول: نحو في استطاعتنا أن نطال أي رأس في هذه البلاد، فقط السكة المسافة الزمنية بس هي اللي تمنعنا، نروح ناخذ اللي نريده. وفعلا وهذا ما كان يشير إليه بنو العباس وبني أمية بالتنكيل بأهل البيت، وقد وجدنا ما فعل القوم برمز من الرموز الاجتماعية والدينية، نعم، والسياسية، الذي كان يدعو إلى السلم والأمن والأمان والمطالبة بحقوق هذه الأمة وبالعدل والمساواة، فيكون مصيره السجن. التاريخ هو امتداد إلى ذلك التاريخ منذ ذلك الزمان. من يأتيني بالحسن بن علي هاي الساعة؟ قال: بلى. قال: أريد أن أستمتع بالنظر إلى هذه السباع وهي تفترسه. يريد يستمتع بهذا، جالس بجوفان. نعم، أمر فأدخل الإمام في فناء القصر، ولما أدخل الإمام في الفناء أحكمت الأبواب، غلقت، وأمر بالسباع الضارية أن تطلق من أقفاصها. الله، أطلقت من أقفاصها، انبعثت واندفعت جائعة ضارية إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. عليكم السلام ورحمة الله. أي انطلقت تلك السباع إلى الإمام العسكري سلام الله عليه لتلتهمه وهو يتمتم بكلمات: سجد لله، جلس من سجدته، وإذا بتلك السباع تستدير من حول الإمام، ذاك قاعد على شرفتي طالع يتفرج، وإذا بها تبرك بين يديه وتمرغ ناصيتها بأثواب الإمام وهو يمسح بيده عليها. يا الله، وإذا بذلك الحاكم يفزع خائفا مرعوبا مما رأى. كيف هذا الرجل الذي تخضع له هذه السباع الضارية؟ نعم، يقول بإمكانه أيضا أن يبعث عليه هذه السباع. فارتعد خوفا وهو في شرفة ملكه. هذه كرامة إمامنا العسكري ومكانته عند الله تبارك وتعالى. أيضا وجدنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو قد حقق أعظم إنجاز لهذه الأمة قبل استشهاده، وهو تعيين الإمام الخاتم إلى نهج الأوصياء، وهو الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه، وتثبيت وجوده وبث ونشر واستخراج النصوص الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الإمام الثاني عشر، لأن احنا في مرحلة حرجة جدا. هذا اليوم هناك تكثر الادعاءات، اليوم هناك من يدعي أنه المهدي، أكو ناس يدعون هكذا، أكو من يدعي بأنه نائب الإمام المهدي، أكو من يدعي بأنه اليماني، أكو من يدعي بأنه باب الإمام المهدي، أكو من يدعي بأنه سفير الإمام المهدي، أكو، هذول موجودين في كل مكان اليوم،
وستكشف لنا الأيام أيضا شخصيات أخرى ستكون لها جملة من الادعاءات. وأيضا كما نعلم هناك بالمقابل من ينكر ولادة الإمام المهدي، أكو من ينكر حتى الولادة. ولذلك الشيخ الطبرسي في غيبته يذكر رواية عن الشيخ ابن بابويه القمي يقول: في يوم الإمام العسكري دعا الخلص من الشيعة إلى داره. يقول ما ندري ليش دعانا الإمام العسكري. يقول جاءنا دخلنا وكان من حضر يزيد على 40 من خيرة ونخبة الشيعة، يعني علماء فقهاء رموز اجتماعية وجهاء المجتمع الشيعي أحضرهم الإمام العسكري. يقول: فلما استقر بنا المقام وكان الإمام العسكري في صدر المجلس، وكل ساعة يطيل النظر إلى باب يفد على الدار عليه بردة خضراء. يقول شوية ها وإذا ارتفعت تلك البردة الخضراء وإذا يخرج علينا غلام كأنه غصنبان أطل علينا بوجه كفلقة القمر صلوات الله. أخذ يتخطى الرقاب حتى استقر في حجر الإمام العسكري، ضمه إليه، قبله، شمه، ثم سألناه: من هذا الصبي يا ابن رسول الله؟ قال: هذا خليفة الله في أرضه، هذا هو وصي رسول الله، هذا هو إمامكم عليكم من بعدي. فعلموا حينها أن هذا هو الإمام الثاني عشر، وهنا ما يزيد على 40 من خلص المجتمع الشيعي ممن رأى وجالس ورأى بعينه الإمام الثاني عشر وهو في حجر الإمام العسكري. اليوم بعض من الشيعة، ما تكلم عن المخالفين، أن هناك من يرى بعدم ولادة الإمام المهدي، وهذا لا يتفق مع إجماع الشيعة ولا يتفق أيضا مع إجماع السنة. سيد الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه في كتابه بحث حول الإمام المهدي، كتاب جدا رائع، كتاب مو كبير يعني يعتبر كتيب 150 صفحة بالكثير، يذكر في هذا الكتاب أن الخطأ الشائع بين الناس أن أهل السنة يقولون بعدم ولادة الإمام المهدي، وهذا خطأ، لأن السيد الشهيد ذكر مصادر ومراجع كبرى للمجتمع السني من الأوائل ممن يرون ويقرون بولادة الإمام المهدي، وإنما المصالح السياسية هي التي دفعت بعض وعاظ السلاطين إلى الترويج إلى عدم ولادة الإمام المهدي. عمليا كانت السلطة العباسية تلاحق الإمام المهدي، تتتبع، تبحث عنه. إذن هذا الإنجاز الأكبر الذي قدمه الإمام العسكري أن الإمام الثاني عشر من صلبه، وهذا يكفي. الأمر الآخر أنه أبرزه إلى النخبة من المجتمع الشيعي وعرفهم بهذا الإمام الثاني عشر. ثالثا أن الإمام العسكري استخرج النصوص الشريفة عن رسول الله في شأن الإمام الثاني عشر، وما تراه بين أيدينا من تراث يتعلق بالإمام المهدي كل مصدره هو الإمامين العسكريين، الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليهم. أحوال آخر الزمان، ما يجري في آخر الزمان، كل ذلك ببركات الإمامين العسكريين. وبالتالي أنت ترى المجتمع الشيعي هو أبصر الناس بأحوال آخر الزمان وما يجري في آخر الزمان، وحدثنا أهل البيت عن كثير من الأمور وقد رأيناها بأم أعيننا. نعم، الإمام العسكري بهذا الجهد، بهذا العطاء، أيضا من خلال الممارسة العملية
أن الإمام مارس حالة من الغيبة كانت لا تراه الناس، اعتمد نظام الوكالة، كان له وكلاء، ومن وكلاء الإمامين العسكريين السفير الأول للإمام المهدي وهو عثمان بن محمد العمري. لذلك كان الإمامين العسكريين لا يلتقيان مع الناس، أشبه ما يكون في غيبة. ذلك يقال أن الشيعة تشتاق إلى رؤية الإمامين العسكريين، ما يشوفونه كما هو حال هذه الأمة اليوم، كم نشتاق إلى رؤية الإمام المهدي عليه السلام، نشتاق إلى رؤيته ولو من خلال رؤيا. ويفرح الواحد لو أنه رأى رؤيا يشبه له فيها أن هذا هو الإمام المهدي، شو يصير بحال هذا؟ ها؟ يكون أعظم يوم وأجمل يوم له في حياته. فما بالك بمن يعيش في ظل إمامين لا يراهما، ما يشوف الإمامين العسكريين، ما حد يشوفه قليل. لذلك يقول الرواة كانت الشيعة تزحف إلى سامراء وتزدحم في سامراء، متى؟ في عصر كل يوم اثنين. ليش؟ لأن عصر كل يوم اثنين يجبر الإمامين العسكريين للخروج إلى بلاط الحاكم العباسي، إجبار. فالناس تستغل هذه الفرصة، يقول الرواة فتزدحم طرق سامراء وأسطح البيوت. نعم تزدحم بالناس، لماذا؟ تنتظر الناس متى ما يخرج الإمامين العسكريين لتمتع هذه الأمة أبصارها برؤية هذين الإمامين سلام الله عليهما. وبالتالي هذه الغيبة مهدت الأمة إلى تقبل غيبة الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، الذي يؤكد عليه الإمام العسكري ويؤكد على هذه الأمة: من يوصلكم للإمام الثاني عشر ومن يكون ضمانة لكم في دينكم وفي دنياكم هم الفقهاء، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة الله عليكم. يعني تأمل أنه هناك الآن في اليوم في المجتمع الشيعي من ينكر ولادة الإمام، وهناك أيضا من ينفي الحاجة إلى الفقهاء، الرجوع إلى المرجعيات، وهذا يؤدي إلى تشتت الأمة وتمزقها وتشرذمها. حصن قوة هذه الأمة هي هذه المرجعية التي تمثل الامتداد الطبيعي إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لم يكتفي الحاكم العباسي بالتنكيل بالإمام العسكري حتى دس له سما نقيعا بوسائله، بطرقه، بإمكانياته، استطاع أن يصل إلى الإمام العسكري، دس له سما نقيعا بأبي وأمي ما إن تجرعه أحس كأن من فيه إلى سرته من يقطعها بالأمواس والسكاكين. أجركم الله شيعة محبين، ارتمى إمامنا العسكري على فراش المنية وهو يقبض يدا ويبسط أخرى غريبا عن دار جده رسول الله. جلس عنده الإمام المهدي، أوصاه بوصايا، قلده مقاليد الإمامة، وجهه إلى القبلة وهو يكثر من ذكر الله.
هاجركم الله شيعة محبين حتى حضرت الوفاة فمدد إمامنا رجليه وأسبل يديه وأغمض عينيه وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة على من مناد وإماما وسيدا وغريبا فضج أهل سامراء رجالهم ونساؤهم وأطفالهم ازدحموا في الطرقات كل يلطم على صدره مناديا وإماما فكان يوم سامراء يوم حزن وأسى وتفجع لفقد إمامنا العسكري. نعم يقول جيء بجنازة الإمام قدمت للصلاة عليها. يقول الرواة تقدم جعفر أخو الإمام وكان يدعي الإمام للصلاة عليه. يقول الراوي وإذا نحن بصبي من وسط الصفوف يشق الصفوف حتى جاء إلى جنازة الإمام العسكري وأشار بيده إلى جعفر تنحى يا عما فإن هذا الأمر ليس لك وصلى وكبر على جنازة الإمام ثم دخل في الصفوف وغاب عنا فعلمنا أن هذا هو الإمام الثاني عشر إمامنا المهدي. الله فأين العزاء وأين مجلس البكاء على الإمام العسكري وهو بعيد عن مدينة جده رسول الله بعيد عن أهله وعن عشيرته المصاب عند جدته فاطمة التي تفجع في كل يوم بولد من أولادها وكأني بها هذا اليوم باكيا أبكي على أولاد قضاء أو بالسيف والسيف وابكي على ابوهم ذبيح الابن ملجا وان كان بالله تسالون يا هو اعظم اعظم علي لنا علاقي على حسن لا تحسبوني للرضا في طوس ما جاء ولا إلى بغداد ما جئت تعلى كلهم عليهم نوحت والجب شقا وأعظم علي لينا عناعي على حسن أما جده الحسين فقد بقى ثلاثا لا مغسل ولا مكفن تبكي عليه ريح الصبا
وبناته سبايا من بلد إلى بلد، فأي مصاب على مصاب الحسين يطاف بهن من مجلس إلى مجلس، وكأني بزينب حائرة منتقية بعشيرتها اللي تقول لهم يا أولاد عبد المطلب ما جتكم أخبار عن جسد صبط المصطفى مرمي بلوعاء ذبحاه يم الماي ضام بني اميه وداست عقب ذبحه على صدره لعوجيه وعين الوديعه الضرى والدمع نثى ومن حال جسم من بني عدنان شبان كلهم عرايا والسدى حرت التربان او ما حد بقى يحمي حرمكم غير وجعان يا ولاد عبد المطلب ليكم نساوين طافت بها العدوان في كل البلادين وعلى الهوازن نصبة الماتم على حسين ومن بلدة للبلدة ومن دار إلى دار أفاطم قومي يا ابنة الخير والجبين نجوم السماوات بأرض فلاتي لا غنى نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونقسم عليك بالثقلين ودم الحسين صلوات الله وسلامه عليه بآل محمد فرج عنا يا الله سهل مطالب نقضي حوائجنا شافنا مولايا وشافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عن المكروبين اللهم اشف مرضى المؤمنين اللهم فك قيد الأسرى والمسجونين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى اللهم والإخوة المؤسسين جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم جميعا فردا فردا وفقهم لمراضيك اللهم وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر وفرجنا بهم يا كريم إلى أرواح الموتى المؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.